اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. يا سلام عليك يا فيتوري، عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. فقط المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتواغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. فريق الصقور. فريق الصقور العريق. بدأت علاقة فريق الصقور العريق بطبرق مع مسابقات كرة القدم المحلية، حين شارك الفريق في بطولة درنا للموسم الرياضي 59-60 و900 وألف، عندما لعب ضمن بطولة فرق الدرجة الثانية، ثم صعد إلى بطولة برقة للدرجة الأولى موسم 60-61 و900 وألف، وكان وقتها يحمل اسم فريق طبرق، وهي المدينة العريقة التي تقع في أقصى شرق الليبي، وعرفت كرة القدم مبكراً منذ مطلع العشرينيات. ومن أبرز لاعبي الفريق خلال مرحلة الستينيات عبد الله البهلول، خالد جبريل، خليل علي، ورمضان عبد الله، حسين ياسين، هاشم مطاوع، سالم بويوسف، مبارك المطردي، سالم نبوس، طيب الشريف، عز الدين حسن، سالم بورقية، سعيد خير الله، عبد الرازق بن فايد، وناجي حمد، وفضيل التواتيتي. وعقب صدور قرار إعادة إشهار الأندية الرياضية، تم إشهار النادي تحت اسم نادي الترجي عام 1973، وفي عام 1974 عرف النادي واشتهر باسم الصقور. شهد الموسم الرياضي 76-77 أول ظهور لفريق الصقور في ملاعب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بقيادة المدرب الكرواتي فلاديمير برادوف. وضمت قائمة الفريق في موسم ظهوره الأول كل من نجيب برقعة، سعد عوض، وعبد الناصر سعيد، وعطية يوسف، وعبد القادر جعودة، محمد بن عجاج، وجبريل ونيس، وعثمان المقيرحي، وأحمد المقيرحي، وعمر عطية، عبد السلام الناجي، عبد المجيد الغراف، محمد التكالي، وحارس المرمى السيد أحمد. وتواصل ظهوره المتميز حتى أواخر السبعينيات، حين توقفت المسابقة المحلية ليعود مجددا إلى دور الأضواء في الموسم الرياضي 84-85-900 وألف، عقب نجاحه في خوض تصفيات الصعود والعودة لدور الأضواء بدون خسارة، عقب تفوقه على فرق السواعد والقرضبية بسبها، ليتصدر فرق مجموعته ويخطف بطاقة الصعود. قدم الفريق خلال الموسم الرياضي 88-89-900 وألف، واحدا من أقوى مواسمه، وتوجه بإحرازه مركز وصيف البطل الموسم الرياضي بطل الموسم فريق الاتحاد بفارق نقطة واحدة أقل، حيث حل بالمرتبة الثانية. وضمت قائمة الفريق في هذا الموسم الاستثنائي كل من عادل الطاهر، إبراهيم السيد، وعبد الله فؤاد، وصالح النيبو، وعبد السلام الناجي، وسعد عوض، قائد الفريق الصافي أبو بكر، وخير الله عبد الله، عبد الكريم الدناع، محمد جمعة، عبد الله عبد ربه، وأنور عبد السلام، وإدريس مازق، وإدريس الدناع، قاسم رزيق، أحمد الفيال، وعادل عطية، موسى أبو بكر، قاسم صالح، ومحمد عبد الله. واستمرت مسيرة التألق طوال مواسم الثمانينيات والتسعينيات، كان خلالها الفريق نداً لكل الفرق المحلية. وبعد أن شهد الموسم الرياضي 2007-2008 آخر ظهور للفريق بدوري شهرة والأضواء، سجل الفريق عودته إلى الواجهة المحلية،
ومكانه الطبيعي بملاعب الدوري الليبي الممتاز بجدارة بعد غياب دام 14 عاماً بقيادة مدربه الوطني صالح رحيل. حظي الفريق بتمثيل كرة القدم الليبية رسمياً لأول مرة في بطولات الأندية الإفريقية عام 1990 حين شارك في منافسات بطولة الأندية حامل الكؤوس والتقى بفريق المريخ السوداني، وغادر الفريق المنافسات من الدور الأول، وقاد الفريق في مشاركاته الإفريقية الأولى مدربه الوطني مفتاح نجيرحي، وهو أكثر المدربين المحليين الذين تولوا مهمة قيادة وتدريب الفريق العتيد في العديد من المواسم الكروية، وقاده على أكثر من واجهة محلية وعربية وإفريقية، كما تولى مهمة تدريب الفريق في ملاعب الدوري الليبي الممتاز عدد من المدربين الذين يمثلون مدارساً تدريبية مختلفة إلى جانب مدربيه المحليين كمال سويدق ومحمد خنيفر. وتعد المدرسة التدريبية الإنجليزية أول مدرسة استعان الفريق بخبراتها بقيادة المدرب الإنجليزي بيل، كما يعد المدرب الكرواتي برادوف من أكثر المدربين الذين أمضوا فترة طويلة مع الفريق وقاده للصعود لدور الأضواء في منتصف السبعينيات. خاض الفريق العديد من المباريات الودية الدولية والمشاركات العربية، أبرزها مباراته أمام نجوم المنتخب الجزائري بملعب طبرق عام 1979، كما شارك في بطولة الصداقة العربية بمدينة الإسماعيلية بمصر عام 1989، وخاض مواجهات قوية أمام فريق الإسماعيلي المصري والمصري البورسعيدي والقادسية الكويتي، كما خاض مباراة ودية دولية أخرى أمام فريق مولدية وهران الجزائري، كما أجرى عام 1990 العديد من المباريات الودية الدولية بالقاهرة جمعته بفريق الأهلي المصري ومنتخب الكويت والزمالك. وقدم فريق الصقور عبر أجياله المختلفة إلى ملاعبنا المحلية العديد من النجوم المتميزة الذين اختيروا في مناسبات عديدة وأثروا مسيرة المنتخب الليبي لكرة القدم في فترات مختلفة، لعل أبرزهم حارس المرمى خليل علي من جيل الستينات، والمهاجم نجيب أبو رقيعة، وعبد القادر جعودة، والهداف سعد عوض، وصانع الألعاب الصافي أبو بكر، وخيرل عبد الله، وخالد حسين الباح. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. Ravenol, the lifeblood of your car.